بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهاردة هناخد الامتحان الخامس. دانيال عنده 18 سنة، دوباري يعني من باريس، يبقى كده هو بيسكن في باريس. هيبدأ يحكي لنا عن حدث حصل في الماضي، لأنه بدأ الجملة بلوتو دورنيير يعني الصيف الماضي. J'ai passé une semaine, يعني أنا قضيت أسبوع de vacances à la mer, من الأجازة على البحر avec mes cousins, مع أولاد عمي. لا هناك، là-bas يعني هناك. Je lis beaucoup de livres, قرأت كثيرا من الكتب. J'écoute la musique, واستمعت إلى الموسيقى. J'écoute de la musique. J'ai connu le bruit du château de sable, وبنيت قصة قصور من الرمال. جيراميس لو كوياج، وجماعة القواقع يعني والمحار والحاجات دي. جي اكري دو كارت بوستال، وكتبت طبعا كروت معايدة امي زامي الى اصدقائي. جي مي سوي ريبوزي، واسترحت. اميدي ظهرا، souvent غالبا. je mange à la plage، انا باكل على الشاطئ. le soir في المساء. je suis allé souvent au restaurant، انا ذهبت الى المطعم. دابيتود عادة. je bris du boisson، يعني انا باكل سمك. دي ليجيم وخضار. à la fin du repas، في نهاية الوجبة. à la fin du repas on nous offre des tranches de bastique، يعني قدمونا او تقدم لنا يعني شرائح من البطيخ. après le dîner، بعد العشاء. nous nous sommes promenés au centre ville، تنزهنا في وسط المدينه. j'ai pris une glace à la vanille، يعني انا خدت قطعه ايس كريم بالفانيليا. et à la fraise والفراوله. tout le soir، كل مساء. لو دورنيير جور، في اليوم الأخير دو فاكونس من الأجازة. جي مي سوي ليفي، أنا نهضت مبكرا. بو ريكاردي لو ليفي دو سولي، لمشاهدة شروق الشمس. إي جي سوي غيستي على بلاج جيسكا ا 18 أور، وبقيت على الشاطئ حتى الساعة 18 هي 6 يعني. بو ريكاردي لو كوشيغ دو سولي، لمشاهدة غروب الشمس. اي بروندر دو سيلفي، واخد سيلفي صور شخصية. لو سواغ، في المساء. اون فيل، في المدينة. جاشيتي بوكو دو سوفونير بو ميزامي دو كلاس، اشتريت عديدا من الهدايا التذكارية لأصدقائي من الفصل. L'automne a été peu ensoleillé، الجو كان جميل ومشمس. assez chaud، وحر الى حد ما. seulement un jour، يوم واحد بس. il a plu et après la pluie، هي امطرت. وبعد ذلك. nous avons vu un arc en ciel، راينا قوس قزح. magnifique، الرائع. sur la mer، على البحر. j'ai bien aimé mes vacances، انا بحب كتير اجازتي. à la mer، على البحر. je me suis très bien amusé، انا استمتعت كثيرا جدا. j'ai connu de nouveaux amis، عرفت اصدقاء جديد. l'été prochain، في الصيف القادم. ma famille، عائلتي. va visiter un pays africain، هتزور بلد افريقي. j'ai proposé aller en Égypte، انا اقترحت الذهاب الى مصر. pour déguster sa bonne cuisine، لتذوق مطبخها الجميل. دانيال أديجوني، يعني دانيال بيتغدى أو ريستورون، في المطعم طبعا. أو دينار، في العشاء. دانيال أمانجي، طبعا هو قال لنا بعد العشاء. نو سوم بروموني، هو هنا بيقول بيتود عادة. على فون دو روبون دو باستي، هنا دانيال أديجوني على بلاج، على بلاج، على الشاطئ. داكور. طيب أودي ناخ، في العشاء. دانيال أمانجي، بياكل. احنا قلنا هياكل سمك،
بواسون لوجي، يبقى سمك، يبقى هنا هياكل سمك. اودينار في العشاء دانيال ابري كوم ديسير انجلاس، مش كده؟ انجلاس لبناني او على فريز تو لو سوار. طيب يبقى هياخد بوم تفاح ولا باستيك، ممكن بقى باستيك لان هو قال انه في نهاية الوجبة هما بياخدوا ترونش دو باستيك، شرائح بطيخ، يبقى هختار لتي بروشان يعني الصيف القادم. لا فامي فا الاغ ان افريك، في افريقيا. دانيال ام بيكو بيحب كتير، طبعا هو بيحب كتير السيلفي، يبقى الفوتوغرافيا، بيحب ياخد صور تذكارية كتير يعني ليه. دانيال أ أشتي دي كادو بوغ سيكوبا دو كلاس، أصدقائه في الفصل. طبعا في بوردو، في مدينة بوردو، لو 5 جوي، في 5 يوليو. شيغ ميشيل، عزيزتي ميشيل، سالي ميرسي بيان بوغ تا لاتر، يعني شكرا جزيلا لخطابك. تومي دو موند دو ديكرير ما ميزون، انت سألتيني أن أصف منزلي. alors إذا j'ai le feu maintenant، أنا حعمل ده دلوقتي. ma maison est assez grande، يعني منزلي بيكون كبير إلى حد ما. en tout، إليا عامة يعني كلية، يوجد 8 غرف. nous avons une salle de séjour، عندنا غرفة للإقامة. une salle à manger، وغرفة للطعام. إن كويزين، مطبخ. دو سال دو بان، وحمامين. إي تروا شامبر، وثلاث غرف للنوم. لا كويزين إي تروي بيتوت، يعني المطبخ صغير جدا. مي لا سال دو سوجور إي إنورم تري كونفورتابل، ولكن غرفة المعيشة بتكون ضخمة ومريحة. دون لا سال دو سوجور، في غرفة المعيشة. إليا أن كنبي، في كنبة. تروا فوتي، وثلاث كراسي. دو بيبليوتيك، ومكتبات. إتوسي إن تلفزيون بيان سور، وبالتأكيد تلفزيون. ما شامبر إشوات، غرفتي رائعة. أن في الواقع جو لا بارتاج، أنا أشاركها. أفيك ما سور، مع أختي. مي سو نو با أن بروبليم، باسكو نو نو زانتون دوتري بيان، ولكن دي مش مشكلة لأن احنا متفاهمين جدا. لمير، الحوائط. دو لا شامبر سون بلو، بتكون زرقاء. لي ريدو سون روج، والستائر تكون حمراء. إلى موكيت فيرت، والموكيت بتكون خضراء، سجادة يعني. سي فريمون جولي، إنه حقا رائع. دون نوتر شامبر، في غرفتنا. نو زافو دو لي، عندنا سريرين. دو كومود، واتنين كومودينو. ان ارموار، ودولاب. اي بوكو دو تابلو، وكثيرا من التابلوهات. مون تابلو فافوري، يعني اللوحه المفضله بتاعتي. ايتيني ماج دو باري دو نوي، انها صوره لباريس ليلا. نوتر شامبر، غرفتنا. Notre chambre est entre la chambre de mes parents، ما بين غرفي والدينا. إلى سال دو بان، والحمام. سي تو بريمير ايتاج، إنها في الطابق الأول. دو لا فيناتر، من الشباك. اون فوا لو جاردان بيبليك، بنرى حديقة عامة. إلو ديمونش، يوم الأحد. اون بو ريغاردي تو لو جام، بنستطيع أن نرى كل الناس. كي سي برومان، اللي بتتنازل. سا ميزون ده رائع. اكري موا تيبي لي بيانتو، وفي موا لا ديسكريبسيون، واوصفي لي تا ميزون، منزلي. فاول سؤال هنا، لا ميزون دو مونا، منزل مونا في كام؟ احنا قلنا ويت بياس. طبعا مونا وصفت لنا المنزل في الخطاب بتاعها، وقالت ويت بياس. دون لا ميزون، في المنزل. اون تروف، بنجد. طبعا احنا قلنا دو سال دو با، في حمامين طبعا. دو سال دو با. لا سال دو سوجور ني با بيتيت، يعني الغرفة بتاعت الإقامة ليست صغيرة، لأنها كبيرة طبعا ومريحة ومرتبة. مونا بارتاج سا شامبر افيك سا سير، يعني هي بتشارك الغرفة مع أختها طبعا. لا شامبر دي مونا، يعني غرفة مونا بتكون في البريمير ايتاج طبعا، في الطابق الأول، و قريبة من الحمام طبعا، أو بجانبه عندنا.
دون لا شامبر في الغرفة، هي قالت قريبة من الحمام، نتأكد بس من حتة قريبة من الحمام دي عشان أنا بدأت أنسى. هي قالت تروا فوتي داكور. داكور. طيب النقطة اللي بعدها بتقول لا شامبر دو مونا اون بري دو لا سال دو بان، وبعدين دون لا شامبر اون ترو بنجد ردو روج، فعلا هو في ستائر حمراء، في طبعا ايماج دو لا مير، مير فير، لا هي طبعا المير الموكيت هي اللي كانت فير، لكن المير بلو، يبقى فعلا هي في ريدو سون روج، يعني الستائر بتكون حمراء. داكور. Votre ami, صديقك, vous demande le résultat du match. بيسألك عن نتيجة المباراة. Qu'est-ce que vous dites? ماذا أنت تقول؟ فبتقول دي بين بارسا، ولا بدأت الساعة 9، ولا رائع، ولا طبعا النتيجة كانت 3-2. Vous demandez à votre ami, أنت بتسأل صديقك، pourquoi il prend le bateau؟ لماذا يأخذ المركب أو بيركب السفينة؟ فبيقول لك عشان يشوف أفلام، ولا عشان أعمل رحلة بحرية، ولا طبعا عشان أتنقل في الحي، ولا عشان أمارس الرياضة. طبعا إحنا خدنا يعمل رحلة بحرية. vous avez très chaud، يعني أنت تشعر بالحر جدا. qu'est-ce que vous dites à votre frère، ماذا تقول لأخوك؟ فبتقوله طبعا سلفني المعطب بتاعك، ولا احضر لي المنيو اللي هي قائمة الطعام، ولا اغلق الشباك، ولا شغل التكييف. طبعا حاول شغل التكييف. vous définissez le travail du moniteur، يعني انت بتعرف عمل المونيتير المدرب الخاص، فهو بيعالج الحيوانات، ولا بيحكم المباراة، ولا بيدرب لاعب، ولا بيسجل اهداف. طبعا هي بيدرب لاعب. Votre ami, صديقك s'informe, بيستعلم sur les caractéristiques de football، عن سمات كرة القدم، فبتقول له دي رياضة فردية، ولا دي رياضة جماعية، ولا دي رياضة مائية، ولا دي رياضة للتزلج. Vous exprimez votre douleur physique، بتعبر عن ألمك الجسماني. Qu'est-ce que vous dites؟ فبتقول j'ai mal au ventre، أنا عندي ألم في البطن. ما بتقولش طبعا عطشان، ولا جعان، ولا أنا في مزاج سيء. بيبدأ طبعا احنا دايما واخدين من 13 ل 18، دول مواقف، ثلاثة منهم بدرجة، ثلاثة منهم بدرجتين، فبيبقى المجموع الكلي كده بالنسبة لنا 3 و6، 9 درجات في المواقف زي ما قلنا أكتر من مرة. هنا بقى هناخد 11 سؤال خاصين بالجرامير، بالقواعد. أول جملة بتقول نو فيزو دي يوجا أو يوجا، طبعا اليوجا احنا عارفين إن هي كلمة مذكر مبدوء بحرف ساكن مش متحرك، احنا بنعامله معاملة الحرف الساكن. وطبعا فير بتاخد دو، فمعنديش لا دو لا ودي، فانا هاخد دي على اساس ان هي مسكولات طبعا مذكر يعني. داكور. vous allez à quelle heure؟ vous allez à quelle heure؟ طبعا vous allez à quelle heure يعني انت بتستيقظ او سوف تستيقظ الساعه كام؟ يبقى فو فو، لان طبعا ده فعل ذو ضميرين، واحنا اتفقنا ان دايما السو تتغير على حسب الفاعل مع الفعل ذو ضميرين. يعني ايه فعل ذو ضميرين؟ يعني فعل مصبوغ قدامه سو او اس او استر. تو لو موند، يعني كل العالم، دوا او سي يعرف، هنا فيرب صوار اللي بختارني فيه، وده تصريف فيرب صوار مع كل العالم او كل الناس. وطبعا كل العالم او كل الناس، اما انا ابصلها كويس الاقي ان هي داكور، ماشي، كل العالم او كل الناس، اما انا ابصلها كويس زي ما قلنا هلاقيها بتعادل الضمير ال اللي هي هو، طبعا تعادل الضمير ال. في الجملة اللي بعدها ميزامي، أصدقائي، جي فوز انفيت، طبعا ميزامي هنا أنا بناديهم، أنا عندي حلين، يقول فو يقول لي، أصدقائي أعتبرهم ضمير غائب وأنا بتكلم عنهم، أو أصدقائي أعتبرهم ضمير منادى وأنا بتكلم معاهم.
علي اموا اون. طبعا هنا ايكولي هاخد نوتر لان انا بعامل اون على حسب المرجعيه بتاعتها، والمرجعيه بتاعتها بتقول لي ان هنا نو، يبقى اون هتعامل نو هتاخد نوتر طبعا. لتوريست فيان دي زوتازوني، يعني السياح بياتوا من الولايات المتحده، احنا عارفين فيرب فينير بيجي بعده دو، ومع الدول الجامعة زي الولايات المتحدة ايتازوني، زي امارات، زي طبعا فلبين، زي بعض الجزر الجامعة طبعا زي باما وطبعا الانتي، دي جزر كلها طبعا انا باخد معها دي مع فيرب فينير. لو كافي اي بونسي، يعني القهوة حلوة هنا، لو كافي بونسي نو نحن، وبنشرب منها طبعا. فيرب بوفوار اللي هو بيفون هنا هياخد اون على اساس انه دايما يتبع باداه تجزئه ومع المشروبات والمأكولات طبعا، وانا بتكلم عن قهوه، وطبعا احنا خدنا تفصيل واسع في اون. ما فامي اي سورتي، يعني عائلتي خرجت، انيا بيرسون، انيا بيرسون، لا يوجد احد في المنزل. انا بتكلم عن عاقل هنا، فبان في عاقل. كلمه ريزون معناها اسباب، ودي جمع مؤنث طبعا هتبقى كل. مس امي اصدقائي سون جروب، يكونوا ضخمين وانا نصحتهم، نصحتهم يبقى لور طبعا. في الجمله اللي بعدها اليا ان سومين، منذ اسبوع منى افوياجي سافر. هنا في الايميل طبعا جابيت دونزا كارتيير مودرن، انا بسكن في حي مودرن حديث، كومونتي دي بلاس، كيف تتنقل دونتون كارتيير، حاول انا بتنقل بالدراجه مثلا. ايه وسيله المواصلات اللي انت بتستخدمها للسفر بالخارج؟ فهقول له جي برو لافيون، انا هاخد الطائره، بور فواياجي ا لاترونجير، يبقى بتنقل بار مون فيلو بواسطه دراجتي او دراجتي، وهكمل. استخدم المعلومات دي في اهم موضوع ولازم موضوع دايما احنا بنكتبه، اللي هو الويكوند دورنيير، في عطله نهايه الاسبوع الماضيه. فوزا فو زيت علي، انت ذهبت او حضرتك ذهبت على فيرما دي فوترو جران بير بتاعت جدك، احكي لنا بقى عن هذه الزيارة. مستعملا فيرب رامسي، يعني يجمع، مستعملا برضو كلمة انيمو اللي هي حيوانات. في الامتحان رقم 6 دي عبارة عن شكل انكيت، بحث او تحقيق، مكتوب عندنا دي سوفونير دو وياج، يعني هدايا تذكارية او ذكريات من رحلة. اوجو عنده 16 سنة، بيقولوا اوجو aujourd'hui النهارده avec mes parents مع والدي ايمان sur Laura واختي لورا. Nous partons en voyage، رحلنا لرحله. Nous sommes à l'aéroport، احنا كنا في المطار، direction Barcelone، Barcelona en Espagne، في اتجاهنا لبرشلونة في اسبانيا. جي ديجا بري لافيون، انا خدت الطياره قبل كده، باسكو نو سومز الي روما ان ايطالي، لان احنا ذهبنا لروما في ايطاليا، اليا دوزا، منذ سنتين. ا بارسلون، في بارسلون، في برشلونة، مي بارون والديا اون ريزيرفي ان ابارتيمون بري دو لا بلاج، حجزوا شقه قريبه من البحر. مي بارون والديا سويت وير دي فيلو بور فيزيتير بارسلون، تمنوا تأجير أو كان بيطمحوا لتأجير درجات لزيارة برشلونة، هم عايزين هم بيريدوا الإعجاب بالسلابرة سارجاد فاماليا سيباليدير دون لو بارك جول، دي أماكن طبعا مشهورة هناك، سيجوتير وتذوق الطعام المحلي. وانا اريد الذهاب الى زو، لحديقه الحيوان، وان انا اكل ايس كريم. اختي بقى بتفضل الذهاب الى الشاطئ بورلير عشان تقرا وتاخد اللون البرونزي بتاع نيو سوجو، يعني احنا كنا بنقيم بندودو دو سومان، سنقيم لمده اسبوعين sur de bendo de semaine à Barcelone. J'espère qu'il y a beaucoup de soleil. انا بتمنى طبعا ان يبقى في كتير من الشمس. Je n'aime pas la pluie، انا ما بحبش المطر، surtout خاصه اثناء الاجازه. في القطعه الثانيه ساره بتتكلم وبتقول
سارة بتقول لوتي دورنيير يعني الصيف الماضي. لوتي دورنيير جو سوي زالي، انا ذهبت افيك ما فامي مع عائلتي شي ما كوزين عند بنت عمي اباري، وزورنا كثير من الاثار زي برج ايفل ونوتردام طبعا والكنيسه دو باري، لو ميزي دو لوفر ومتحف اللوفر، حيث يوجد كثير من الاثار التبلوغات الرائعه زي الجاكونت سامدي. سوار يوم السبت مساء نوزافو ريكاردي، شاهدنا فيلم كوميدي في السينما واكلنا فشار طبعا، وبنت عمي شربت عصير برتقال. لي فرونسي الفرنسيين اون تيتري جونتي، لطف جدا في المحلات، واشتريت كتير من الملابس والرحله عجبتني كتير. الجاكوند دي ايه؟ دي تابلو سوبليم، دي تابلو سوبليم، لوحة شهيرة طبعا من اللوحات المعروفة. اوجو عمل رحلته ببرشلون، عمل رحلة إلى برشلون بالطائرة طبعا، لأن هم كانوا رايحين أسبانيا في رحلة، وطبعا هم كانوا في المطار. العام الماضي سارة سافرت، سارة قالت العام الماضي أنا رحت إلى باريس. لورا إيما ليغ يعني لورا تحب الذهاب إلى، لورا تحب الذهاب إلى. البلاج الشاطئ البحر، داكور. أوجو بيحب كثير الآيس كريم باين، مش كده؟ هو جاشتي بكو هنا طبعا هناخد بلا اسبانيول. الفواياج دوغو، رحلة بتاعت دوغو استمرت طبعا دو سومان لمدة اسبوعين، او استغرقت اسبوعين. في القطعة التانية مكتوب كريستوب بيقول كاسكتيا، ماذا لديك؟ تي مالاد، انت مريض. فتوما رد عليه قال له نو مي لو سي مي فاتيغ، ولكن المدرسة تعبتني. 8 اور دو كور يعني 8 ساعات من الحصص، وجوردوي النهارده سي ترو ده كتير. تي كومونسي ا كيل اور يعني انت هتبتدي الساعة كام؟ فقال له 8 اور يعني في الساعة الثامنة. انت بتبتدي الساعة كام؟ فقال له 8 اور فرونسي انير، فرونساوي حصة ساعة يعني. انسويت بعد ذلك اون اور دو مات، ساعة رياضيات، اون اور دو استوار، ساعة تاريخ، اون اور دانجلي، وساعة انجليزي. اوريزمون لحسن الحظ جادوغ لا بروف، انا بعشق المدرسة. اي سات ابري ميدي، وبعد الظهر، ابري لا كانتين، بعد الكانتين. اون اور دو اسبانيول، ساعة اسباني، وساعة شيمي كيمياء، وساعة كمان بيولوجي احياء. اي ابريسا، وبعد ذلك 2 ساعتين ديديكاسيون فيزيك للتربيه البدنيه. جي فيني ا 18 اور، انا انهي في الساعه 18. عليه شد حيلك يعني، كوراج، تشجع. بيانتو لي فاكونس، قريبا الاجازه. مو جو في فواياجي، انا سوف اسافر على كومباني الى ريف. مي بندو لي فاكونس، ولكن اثناء الاجازه جو دوا ريفيزي لو بريفي، يعني يجب ان انا اراجع كويس للامتحان. كريستوف بيقول او وي سي فري، صحيح انت في سنه ثالثه، كي تي ان اكزام على فان دو لاني، وعندك عندك اختبار في نهاية العام طبعا. جو ني با دو اكزامان، ما عنديش امتحانات هذا العام، ولكن السنة الجاية انا هبقى في الباك في الثانوية. دول الكلام اللي حصل ما بينهم. نشوفوا الأسئلة. اجوردوي النهاردة، يعني النهاردة في التوقيت ده يعني عندنا. توما بيكون طبعا السيفة تيجي متعب شوية. assez fatigué. طب احنا قلنا ليه هو متعب؟ طبعا هو متعب
على أساس طبعا المدرسة. توما كومونس بيبتدي اليوم بتاعه الدراسي طبعا ويتر دو ماتان في 8 صباحا. طبعا كريستوف توما ديسكات بيتناقشوا عن البروجي دي فاكونس ولا جورني سكولير. لا جورني سكولير اليوم الدراسي طبعا. سادني هذا العام كريستوف نيبا ما عندوش اكزامات طبعا، ما عندوش امتحان دو لا فان دوني، مش في شهاده، ما عندوش شهاده يعني بريفي. وجوردوي النهارده توما نيبا، توما ما عندوش طبعا، هو ما جابليش سيره الماتيماتيك خالص، فهو ما عندوش ماتيماتيك، هو عنده ديكاسيون. نشوفه كده فيزياء، طب نشوفه نراجعه تاني. هو قال لي في مات، لا هو عنده مات، يبقى هو ما عندوش فيزيك، ما عندوش فيزياء. دكتور هناخد الإجابة فيزياء، بلاش مات اللي احنا بنقوله عليها. بين دولي فاكونس أثناء الأجازة كريستوف فالير، كريستوف هيروح فين في الأجازة؟ فطبعا كريستوف قال له أنا هسافر للريف، يبقى ألا كومبانيا إلى الريف طبعا. طبعا من خلال حلنا للامتحان خلاص بقى موثق بالنسبه لنا ان في قطعتين، كل قطعه ليهم 6 درجات. عندنا طبعا 6 اسئله للمواقف، 3 بدرجه و3 بدرجتين. فوتر امي صديقك فوديموند بيسالك لو ليو دو في دو موتون، عن حياه الموتون. واحنا قلنا موتون اللي هم الاغنام بصفه عامه او الخرفان بصفه خاصه طبعا عندنا. طبعا احنا قلنا دول بيعيشوا فين في البرجيري، لان طبعا الكوري دي خاصه بالشبال بالخيول، الباسكور ده خاصه بالكنار بالبط طبعا والكان، البوليير خاصه بالبول والكوك الفراخ طبعا والديو. فودي مونديا فوتر امي، انت بتسال صديقك سيكول مونج دانا، ماذا ياكل في العشاء؟ فكاسلي دي ماذا هو يقول؟ هيقول لك انا باكل في المطعم او في المنزل ولا مع اسرتي ولا زبادي وفاكهه. انا بسأل عن ايه اللي بيتاكل، فهنا زبادي وفاكهه طبعا، ولا حوالي الساعه 9. فوزات كونتر لسبور اكستريم، انت ضد الرياضات العنيفه، كاسكو بوديت ماذا انت تقول؟ فطبعا بتقول جي دي تي سبور كلاسيك، انا بكره الرياضات التقليديه، ولا بتقول سي سوبر، ولا بتقول جي براتيك لسبور اكستريم، انا بمارس ولا انا بحبش هذا النوع من الرياضه. طبعا دي اللي انا هختار. غوز انديكي، انت بتشير لمزايا ريف دو لا كومباني، ده موضوع كامل، المفروض ان انت عندك جمل كتير ممكن تقولها في الموضوع ده. كاسكو فوديت ماذا تقول؟ مزايا الريف، اريكال هاديه، ولا الهواء مش نقي، ولا يوجد ناموس، ولا الضوضاء في كل مكان. طبعا الحاجه الوحيده الحلوه اللي هي الايكال، وانا بتكلم عن افونتاج. فوز ادميري ان فات دانيفرسير، انت معجب بحفله عيد ميلاد، فبتقول دي مش لطيفه، ولا بوف دي سيئه، ولا يا لها من حاجه مزعجه، ولا كلب اون فات يا لها من حفله جميله، فهقول كلب اون فات. فوز انديكي، انت بتشير لدورك في الاعداد لحفله بالامس، انا اكلت ولا اشتريت الزينه ولا استمتعت ولا شاركت في الحفله. طبعا اشتريت الزينه. في الجملة اللي بعدها طون دور لو ماتش دو فوتبول، يبقى كومبيان دو كم من. طبعا دي كلها أسئلة سبق وحلناها كلها. جو تريفان، يعني أنا جعان جدا، جو نو مونجي، ولم آكل شيئا. احنا قلنا طالما ما فيش مفعول يبقى أنا مش هاخد بيه، مش حاجة دلت بقى، أنا جعان جدا ولم آكل شيئا. انا جعان جدا ولم اعد اكل، ولا طبعا كلك شوز بيرسون. بلي بدل على الاستمراريه شويه، ففعلها بيجي في المضارع اكتر. طبعا كلك شوز دي اثبات، بيرسون طبعا ما اكلتش حد، دي مش نافعه. فو بريفيري، انت بتفضل او. وجود او هيخلينا نروح لفيرب جوي، لان انا خدت قبل كده ان فير بتاخد بعدها دو، اما براتيكي بتاخد بعدها طبعا ادوات معرفه او محددات. جوي طبعا يلعب، دي بتاخد حرف الجر اما سي جوي فلها خصوصيه عندنا، واحنا قلنا بتاخد امتى؟ ما يجي بعدها عدد لاعبين، او يجي بعدها طبعا عضو من اعضاء الجسم. يعني ما بيجيش بعدها لعبه، هي لعبه تيجي قبلها، ودي شرحناها في الوحده الاولى طبعا.
J'habite en face de la gare. ليه خدنا دولا؟ عشان كلمة جار هنا مؤنث طبعا، فهستبعد كل البعيدة واخد دولا. دوما غدا جو في باسي، انا عارف ان فيرب باسي بياخد حرف الجر ا، وممكن ياخد بار لو بعده مكان، وهياخد شي مع العاقل، وكلمة بوشير هنا يعني جزار، يبقى هنا هناخد شي. جو بريفي مي دو بلاسي ا موتو، احب ان اتنقل بالموتوسيكل. ولو لاحظنا طبعا مي هنا على اساس ان انا بتكلم بنفسي بالضمير شوية طبعا. لش ليا سيليبر مونا سون انيفرسال، ليا بتحتفل بعيد ميلادها، انا هشتري لها هديه، اشتري لها. يبقى لوي على اساس ان فيرب اشيتي طبعا بياخد حرف جر، على اساس ان فيرب اشيتي طبعا هيجي بعده عاقل زي ما انتم شايفين، فبناء على ذلك هشتغل عليه في الجمله اللي انا بقولها دي. الجملة اللي بعدها بتقول لي شو سيغا سون موا كو، ده في هنا مقارنة، في شو سيرو سون دول، في موا كو، في فيرب اتر، يبقى انا هاخد هنا صفة، صفة تتبع الاسم الاولاني هتبقى طبعا جمع مؤنث جولي. لي سابورتور لي سابورتي انكوراج، بيشجعوا طبعا. سابورتي هنا بتعادل سابورتي بتعادل ضمير الى فيك اس هم، هم بتاخد لور صح؟ بعدها مفرد، يبقى هاخد لور مفرد. افيفو اخر هنا شويه او عامل تقديم فعل على فعل، واخر المصدر. هعتقد ان انا هاخد مصدر عشان فعل مصرف، ولا افوار واتر دول بياخدوا اسم مفعول، ولا صرف على فو. انا عندي ثلاث حلول طبعا، انا على طول هصرف على اساس ان ده اسم مفعول وده ماضي مركب، لان انا عارف ان افوار وجودها في الجمله بيجي بعدها اسم مفعول في الزمن اللي انا خدته اللي هو الماضي المركب. مفيش تبعيه فهستبعد بي طبعا، مفيش مصدر لان افوار ما يجيش بعده مصدر. لير طبعا اللي زي طبعا مش هصرف على ضمير فوق، هو حاط لي الحلول كلها بيقول لي ها شكل شو. فو براتيكي، انت بتمارس السكي. وجه في الجمله الثانيه ونقل بقى، نقل ايه؟ نقل نقله ثانيه في انه جاب فعل ثاني، بدل براتيكي جاب فير، والاثنين معناهم يمارس. بس فير تاخد دو بعدها، يبقى تاخد اون. لانه دايما الاسماء الغير عاقل او الاشياء الغير عاقل مسبوقه بحرف جر دو بتستبدل بضمير اون. هنا في الايميل بيقول لي الاجازه بتاعت الصيف هتبدا، ايه مشروعاتك عشان تقضي الاجازه؟ هقول له والله ان انا هروح كذا يعني. طب كم شهر حتى الاجازه في فرنسا؟ طبعا في دومو شهرين. طبعا انا السؤال سهل، انا بروح ريف طبعا والاجازه بتكون شهرين في فرنسا. الموضوع هنا بيقول استخدم العناصر دي في انك تتحدث اللغه الفرنسيه عن وجباتك الرئيسيه، وده موضوع متناول، بتشرب ايه وبتاكل ايه، موضوع لذيذ وسهل عندنا هتلاقوه موجود عندكم زي ما قلنا. هنكتب المواضيع كلها عندكم تباعا بترتيب كتاب ميرسي طبعا دعمكم. ما تنسوش لايك للفيديو ومشاركتكم تعليقاتكم وميرسي بورفو. وكان معاكم طبعا مسيو محمد حماده، بتمنى لكم دايما دوام التوفيق. روفار.